زهورهم فناء للبشر. متى يزحف جيش 100 مليون مخلوق فضائي ويهاجم سكان الأرض؟ هل تحركت المخلوقات الفضائية؟ أحاديث رعب لا تنتهي عن المخلوقات الفضائية العجيبة، وحكايات وأكاذيب وتكهنات وسيناريوهات عن خطرهم المنتظر. ما الحقيقة وماذا لو هاجموا سكان الأرض؟ هل ستكون نهاية البشر؟ صورت أفلام الخيال العلمي والمسلسلات التلفزيونية بشكل روتيني جنساً وحشياً من الكائنات الفضائية يزورون الأرض في سفنهم الفضائية ويستعبدون أبناء الأرض التعزاء. ولكن وفقاً لما يعتقده أحد الخبراء، فإنه ربما تكون هناك حياة خارج كوكب الأرض، ولكن من المحتمل أن تكون تلك الكائنات خائفة للغاية من البشر الخطيرين والعنيفين، بحيث لا يرغبون في المجيء إلى الأرض بحسب ما نشرته ديلي ميل البريطانية. صراعات وحروب دموية. دكتور جوردن جالوب عالم النفس الحيوي بجامعة ألبانيا في رأيه إن البشر خطيرون وعنيفون ومنخرطون بلا توقف في صراعات وحروب دموية لا نهاية لها، ولهذا السبب من المحتمل أن تميل الكائنات الفضائية التي تمتلك القدرة التكنولوجية للقيام بزيارة إلى الأرض إن وجدوا إلى البقاء بعيدا خوفا من الموت والإبادة الجماعية. جالوب الذي قدم حجته في ورقة بحثية مفتوحة نشرت في مجلة علم الأحياء الفلكية أضاف: إذا كانت الحياة الفضائية موجودة فربما تكون قد وجدتنا الآن واكتشفت أن البشر خطيرين وعنيفين ومنخرطين بلا توقف في صراعات وحروب دموية لا نهاية لها، ويطورون باستمرار أسلحة دمار شامل أكثر قوة. وأوضح أن عدم القدوم إلى كوكب الأرض ربما يكون أيضا نتيجة ثانوية للتلوث المتزايد وتدمير الموائل، إلى جانب الحروب التي لا نهاية لها والنهب والموت والدمار والرغبة في الغزو. ومن ثم فإن البشر يشكلون خطرا لا مثيل له وغير مسبوق، ليس فقط على أشكال الحياة الأخرى على الأرض، بل على الحياة في الكواكب الأخرى. تدمير الحضارات. استشهد جالوب بالتدمير الكامل لحضارات الأزتيك والإنكا المتقدمة للغاية والإبادة الجماعية اللاحقة للسكان الأصليين وتدمير معابدهم ومبانيهم وسرقة ثرواتهم ومواردهم الطبيعية. كما تابع: إذا كانت هناك حياة ذكية في كوكب آخر فربما ينظر سكانه إلى البشر على أنهم في غاية الخطورة، وربما يكون هذا هو السبب في عدم وجود دليل أو دليل مقنع على وجود حياة خارج كوكب الأرض، لأن سكان الكواكب الأخرى ربما يعدونها مخاطرة كبيرة للغاية أن يتم اكتشافهم. انقراض جماعي للبشر. أشار جالوب أيضا إلى أن عالم الفيزياء الفلكية البريطاني الشهير بروفيسور ستيفن هوكينج الذي أثار خلال حياته مخاوف بشأن الأخطار التي تشكلها الكائنات الفضائية الذكية والعدائية، وعلى غرار ما تعرضه المسلسلات التلفزيونية والأفلام السينمائية من أن كائنات فضائية تصل إلى كوكب الأرض لغزو البشر واستعبادهم وتدميرهم واستعمارهم لاستغلال موارد الكوكب بعد استنفاد مواردهم. فإن بروفيسور هوكينج رجح أنه ربما تكون نتيجة مماثلة لما حدث عندما جاء كولومبوس إلى أمريكا، وهو الأمر الذي لم يكن جيداً للأمريكيين الأصليين. كذلك أشار عالم الفيزياء الفلكية البريطانية إلى أنه للمرة الأولى في تاريخ الأرض أن البشر متجهون نحو الانقراض الجماعي الذي يحدث نتيجة لأفعال نوع واحد، أي الإنسان. في حين تعتمد الورقة البحثية للدكتور جالوب على مفارقة فامي
وهي التناقض الواضح بين عدم وجود أدلة على حضارات خارج كوكب الأرض والتقديرات العالية المختلفة لاحتمالية حدوثها. بمعنى آخر، إذا كانت هناك حياة خارج كوكب الأرض، فلماذا لم يتم العثور على أي دليل على وجودها؟ وفقاً لتقديرات إيريك زاكرسون، عالم الفيزياء الفلكية بجامعة أوبسالا في السويد، يوجد 70 كوينتليون كوكب في الكون، أي 7 متبوعاً ب20 صفر، ويوجد في مجرة درب التبانة وحدها ما يصل إلى 6 مليارات من الكواكب الشبيهة بالأرض، وفقاً لدراسة أجراها علماء الفلك بجامعة كولومبيا البريطانية عام 2020. ووفقاً لوكالة ناسا، تم تأكيد 4933 كوكباً خارج المجموعة الشمسية كواكب خارج نظامنا الشمسي في 3704 أنظمة، ولكن معظم هذه الكواكب الخارجية غازية مثل كوكب المشتري أو نبتون، وليست أرضية. الكائنات الفضائية، من فرضية علمية إلى ديانة. المثير أن عدة أحداث عرفتها البشرية مثلت بداية الحديث عن الكائنات الفضائية، ومن تلك الأحداث غزو الفضاء والسباق بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، وما أدى إلى هبوط على سطح القمر، إضافة إلى النيازك التي سقطت على الأرض حاملة لبقايا بكتيريا. لقد فتح ذلك احتمالات بشأن وجود أشكال حياة أخرى استنادا إلى علوم الكوسمولوجيا والبيولوجيا، وخصوصا الداروينية التي قضت على كل فردانية بشرية ومثلت إحدى الصدمات التي هزت النرجسية البشرية وفلسفة الوعي. وفي العقود الأخيرة تطورت المعتقدات بشأن وجود حياة في كوكب آخر تعيش فيه مخلوقات فضائية، حتى ظهرت بفرنسا ديانة بكاملها وهي الرائلية سنة 1974، وترى هذه الديانة أن هناك كائنات فضائية وصلت إلى الأرض من آلاف السنين وساهمت في تطور الجنس البشري. ظنها الناس ملائكة وجناً، كانت تسمى إلوهيم، وهي تراقب سكان الأرض من بعيد وتساعدهم. أمة الفضائيين وهم أم يعيشون بيننا؟ وفي دراسة استطلاعية مهمة نشرتها صحيفة إندبندنت عن الأجسام الطائرة المجهولة، يكشف جيمس رامبتون القائم على الدراسة اللثام عن بعض الاستنتاجات المبهرة حول تصوراتنا في شأن الحياة خارج الأرض. ومن النتائج المذهلة للدراسة أن 11% من البريطانيين يظنون أنهم رأوا جسما طائرا مجهولا، وهذا عدد كبير من الناس بحسب مانتل. وقال: الملايين منهم في المملكة المتحدة وحدها، وأتصور أن المحصلة ستكون مهولة لو وسعنا دائرة الاستطلاع إلى سائر أصقاع العالم. قبل اليوم لم يكن في متناول المعنيين بهذا الموضوع أمثالي رقم محدد نعتمد عليه، لكن يطمئننا أن نعرف أن هناك الملايين من المواطنين الذين يعتقدون بوجود أجسام طائرة مجهولة. ويزعم مانتل أنه وفي ليلة صافية من ليالي عام 1980 رأى جسما طائرا مجهولا عجلة دوارة ضخمة من الأضواء معلقة بين السماء والأرض كعين لندن في كالتون مور في يوركشاير. ومعنى كلام مانتل إن الكائنات الفضائية قريبون جدا منا، وربما يعيشون معنا ولا نراهم، وزحفهم الجماعي ربما يفاجئ الأرض، وقد يشكلون خطرا لتكوينهم المختلف عن تكوين البشر، خصوصا في سلوكهم العنيف. احتمال بعيد بشكل كبير. دكتور جوردن غالوب عالم النفس الحيوي بجامعة ألبانيا كان له رأي آخر في احتمالية وجود كائنات فضائية غريبة على الأرض من عدمه. رأى أن تاريخ علم الأحياء يوضح على الأرض أن الحياة الذكية المتطورة تقنياً هي الاستثناء وليست القاعدة، وعلى الرغم من المليارات من أشكال الحياة المختلفة، فإن سجل الحياة الذكية مع قدرات صنع الأدوات المعقدة والقدرة المعرفية لتحقيق الوعي الذاتي يشير إلى أنه ظهر مرة واحدة فقط، مما يجعل احتمال العثور على حياة ذكية متطورة
تقنيا في مكان آخر بعيدا بشكل كبير. خطر الفضائيين في السينما. كانت للسينما السبق بالتحذير من خطر الفضائيين ورعب العالم من زحفهم، مع ادعائهم بامتلاكهم جيش ضخم يتجاوز 100 مليون محارب. وفي عام 1902 كان بداية التحضير في تصوير شكل الأرض والفضاء قبل زرع وكالة ناسا ب60 عاما تقريبا. وفي الوقت نفسه بدأت قصة المخلوقات الفضائية بالظهور عن طريق فيلم فرنسي بعنوان رحلة إلى القمر، المستوحى من رواية من الأرض إلى القمر للكاتب جول فيرن، حيث يتكلم عن مجموعة من علماء الفلك يذهبون في رحلة لاستكشاف القمر ليقابلوا هناك مجموعة من السيلينيت، وهم سكان القمر وفقا للدراما، لينجحوا في الرجوع إلى الأرض وبحوزتهم أسير منهم. الفيلم حقق شهرة واسعة وحمل 3 رسائل باطنية، الأولى بوجود مخلوقات فضائية، والثانية في شكل الأرض، والثالثة باختراق السماء التي لم تفتح لأحد من الثقلان إلا لسيد البشر محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج. تابع ذلك الفيلم العديد من أفلام الفضاء والكائنات الفضائية، فنجد فيلم رسالة من المريخ عام 1913، وفيلم امرأة في القمر عام 1929، وفيلم رحلة فلاش جوردون إلى المريخ عام 1938، وفيلم مغامرات بارون مونشاوسن عام 1943. ولكن منذ بداية الخمسينيات وحتى يومنا هذا يتم إنتاج أكثر من فيلم من ذلك النوع في العام الواحد، الأمر الذي يصل إلى أكثر من 5 أفلام في نفس العام. ونجحت معظم تلك الأفلام في خلق حالة مجتمعية هلوسية شديدة، جعلت معظم الشعوب الغربية والعربية تؤمن بوجود فضائيين قادرين على فعل كل شيء، مثل السلسلة الشهيرة حرب النجوم وأفلام شركة مارفل. ختاما، تنتشر العديد من الطرائف التي تدعي أنها من نسل الفضائيين، وتنتشر حكايات عن خطرهم القادم من عالم مجهول، ولكن يبقى هذا وغيره كثير من الروايات الأقرب إلى الفانتازيا والخيال، وإن احتمال زحف الفضائيين ومهاجمة الأرض احتمال بعيد، وبشكل كبير ربما لخوفهم من البشر الذين صاروا أكثر عدوانية وعنفا والحروب الدموية المشتعلة.